وهذا اليوم الفضيل في مساء يوم الجمعة الموافق للرابع من شهر نوفمبر لعام 2016، حيث الالتقاء بشعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ المشاركة في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة وعبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس الرياضية الناقلة لهذه الأحداث المهمة من خلال تواجد مخرجنا العزيز أسامة الهواري المتابع لأدق التفاصيل وبرفقة زملاء المعلقين الذين يتواجدون دائما وأبدا في كل موقع يتواجد فيه الهواري وزملائه من قناة ياس. 4 كيلومترات هي المسافة المقررة لهجن أصحاب السمو الشيوخ للقاية. انطلق الشوط الأول للإبكار المحليات. ما أجمل الأربعة في هذا المساء، 4 من نوفمبر، 4 كيلو و4 سوبر هاتريك هنالك في ميدان المرموم مع هجن الرئاسة ومع المجازف بن زيتون من خلال تألقه في هذا اليوم وانتزاع للنقطة الأولى وتلاها في الثانية وكررها في الثالثة وأجزم المجازف على النقطة الرابعة مع هجن الرئاسة. أتمنى التوفيق لكل إخوان المضمرين ونبدأ مع مقدمة الشوط. يأتي في هذه اللحظات شعار من الشعارات المهمة والهامة في هذا العالم الساحر. تقدمت المملكة المنطلقة في المركز الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ويتقدم أحد المحاربين القدامى، يتقدم طارش بن مبارك بالقوبع، يتقدم مضمر الشرق الأوسط، يتقدم من زمن الطيبين بالقبع، يتقدم في هذه اللحظات المركز الثاني، ثاني المراكز في هذه اللحظات. القدوم من هذا الحمر الكامل والكمال لله سبحانه وتعالى. مرحبا بالرئاسة وهجنها، ومرحبا بهذا المضمر علي بن جميل الوهي يتقدم الظافر، يتقدم خليفة الشاطر، يتقدم مع المركز الثاني من خلال تقديم هملولة. المركز الثالث التواصل والانطلاق ايضا هنا اللي وصلت مع المركز الثالث المايدية، تقدمت لهجن الرئاسة ويضمرها ايضا احد شباب الخبرة المهتمين في رياضة الاباء والاجداد عوض بن مبارك المهيري في عملية التضمير. المركز الرابع ايضا تقدم من شعار هجن الرئاسة مع المركز الرابع، ويتواجد ايضا مع الهمليل بالجمايل علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير بوسعيد. المركز الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات طاعة يا طاعة بشعار الزود وذكرياتها، يتقدم ايضا بعد طاعة في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ زايد. في هذه اللحظات بن سلطان بن حمدان بن زايد آل هيان المضمر جمعة بن عتيق الرميثي يتقدم في هذه اللحظات. أيضا هنالك تدخل جميل من اليمامة، اليمامة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحد الشعارات الداعمة والمهتمة برياضة الآباء والأجداد، ويتقدم هذا الشعار بلون السماء والبحار، ويتقدم المضمر خالد بن المر بن حلوة في عملية التضمير.
الكيلو متر الأخير. أحلوت يا بن حلوة يا خالد يا بن المر يا بن حلوة الكيلو الأخير يا حلوة ويا مره مع بن جميل. علي بن جميل الوهيبي يتقدم الظافر ينطلق الظافر مع الشعار الأحمر مسجلا للنقطة الأولى حتى هذه اللحظة. ولكن شعار المكتوم والمضمر خالد بن المر بن حلوة ولكن الحمر الخطر الحمر وعلي بن جميل الوهيبي بالجمايل يقدم الجمايل يقدم الأداء الجميل يقدم الناموس الأول في يوم الأمس ومساء البارحة كان يوم العلم لدولة الإمارات العربية المتحدة. وها هو الشعار الحمر الخطر شعار سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا لنا. والمضمر علي بن جميل الوهيبي في كل مكان جملنا بالجمايل. النقطة الأولى في الشوط الأول لهجن الرئاسة والأخبار العاجلة تأتي من هنالك من الميدان الذكي من ميدان المرموم. بن زيتون مع هجن الرئاسة يضرب بالخمس ليسجل النقطة الخامسة. وعلي بن جميل الوهيبي يضع بصمته الأولى مع المركز الأول ومع المركز الثاني أيضا مع هجن الرئاسة المركز الثالث. اليمامة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر خالد بن المر بن حلوة المركز الرابع. أيضا لهجن الرئاسة مع المركز الرابع والخامس مع الظافر علي بن جميل الوهيبي 6:08 من الثانية توقيت هملولة. الفائزة بالمركز الأول و6:09 من الثانية توقيت هملولة. الفائزة مع المركز الثاني وكلاهما لهجن الرئاسة الملكية والتضمير مع أبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي 6:05 وجزئين من الثانية هو التوقيت الزمني لليمامة صاحبة المركز الثالث. لأقدم التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وللمضمر خالد بن المر بن حلو الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. ونرحب بكل المشاركين.